حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه. حسمت غنايم اليوم غنايم تهدي الناموس لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ، هذا الشعار المميز، هذا الشعار الذي اعتاد على كسب النواميس في الأشواط الأولى الرئيسية، اعتاد على اختطافها. الله يا غنايم، سلام يا غنايم، سلام سلام يا سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ. الشوط الأول الرئيسي حمد بن ناصر الحفيظ، تستاهل فوز غنايم وانتزاع على الشوط الحيل الرئيسي. تستاهل خير وعافية يا أبو بريك. وش سلالتها؟ أبوها الذهب وأمها بنت شاهين. مشاركاتها قبل الرئيسي بي. هذه ثالث مشاركة لها السنة، مع أنها العام أول مشاركة لها في الركض كامل العام في سن الثنايا. والسبب أنها ما اشتركت إلا في سن الثنايا؟ كان عندها وعكة صحية عقب إصابة، حتى العام نص الموسم للمؤسس عندها إصابة. من صغرها ما شاركت؟ شاركت في العام. تشارك وتطلع؟ لا ما شاركت العام للمؤسس. يعني عسي في العام؟ تقريبا العام المؤسس عقب ما عاد اشتركت، جاتها إصابة بعد المؤسس وما عاد اشتركت النادي. هل تشوف ان الفترة هذه انها ما استنزفت انه يعني اللي شفناها اليوم فرقتها على الحلال؟ الناقة طيبة، ولو ما هي طيبة ما صبرنا عليها للوقت هذا، هي بمشاكلها اللي فيها. الله وجهك وجعلنا نومس دايم، وهذا الفوز نومس لمن تهدي؟ هديه الوالدي ناصر بن سالم الحفيظ ولمضمرها وراعي الحلال سالم بن ناصر بن حفيظ ولاخواني كلهم مشجعين شعار بن حفيظ.